هي نعم، بخصوص مباراة المغرب مع فرنسا، حدث حالتين تحكيمية خطأ، بالأصل كان ضربتين ضربة جزاء، لكن الحكم لم يحتسبها، فهذا ظلم كثير يعني. ظلمنا في مباراة المغرب، ظلمنا الحكم، ظلمنا عندنا ضربة جزاء 100%، الحكم ما حسبها، لو حسبها ضربة جزاء نحن كان انتصرنا. ظلمنا الحكم ظلم ثقيل، ونحن نوري رئيس الحكام كولينا، يا كولينا احنا ظلمنا المغاربة، ظلموا في دورة مباراة فرنسا والمغرب، وإن شاء الله ربنا يعاوننا. جيد منتخب المغرب، منتخب مغربي جيد، رفع سمعة العرب كلهم والأفارقة كلهم. تحية المغرب ويحيي الشعب المغربي، وتحية قطر ويحيي الشعب القطري، والسلام عليكم ورحمة الله. تحكيم والله ما كان ولا بد، يعني المفروض المغرب في النهائي، بس ما نقول غير ظلمنا والله، مكاننا كان في النهائي، فوزنا نهزمنا بس كنا نوصل للنهائي، كان تحكيم سيء، كان لنا ضربتين جزاء واضحين، بس يلا الحمد لله. المغرب أدت أداء كويس والحمد لله، يعني شرفت العرب أجمع، تشكر قطر برضو استضافت العالم كله. هيا مبروك علينا، مازال هذه البداية، مازال هذا مبروك. كلمة المنتخب، الله يوفقكم، ما قصر. شكرا للأبطال، شكرا لكل الطاقم الفني واللعيبة والإداريين، ما قصروا، بيضوا الوجه، والشعب العربي المسلم كله يحبهم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يبيضوها بكرة ويفوزوا ويجيبوا المركز الثالث إن شاء الله. شكرا للمغرب، شكرا مليون يا شيخ. شكرا الله يسعدك حبيبي، كل التوفيق للمغاربة إن شاء الله. لا حمد الله أحبه بس ما رش فيها الأيام.